السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. حبيبي اليوم بغيت نشارك معكم فرحتي، بغيت نشارك معكم نهاري، بغيت نشارك معكم اي حاجة درتها هذا النهار، لان فضائلكم عليا كثيرة كثيرة كثيرة. بقوة الفرحة قلت غادي نخرج، غادي نشعل الكاميرا وفين ما مشيت غادي نديكم معايا. ما كنتش دايره باش غادي نصور، ولكن قلت علاش لا، غادي نشعل الكاميرا وغادي نمشي. نهار غزال، علاش ما نمشيش ونقول لهم هذا الخبر هذا على برا، لان ما بغيتش نجلس الدار، بغيت نخرج وليداتي شويه يفوجوا. يلا حبيبي ندوزو الماكدو، غتمشيو معايا غادي ناكلو بعدا كينا شويه، ومن بعد غادي نشربوا واحد الكاس ديال القهوه، وهذيك الساعه عاد غادي يحلى الكلام. وبالمناسبه واحد الاخت كانت طلبت مني، قالت لي منين بدلو السيستيم ديال ماكدو بقات كتجيها صعيبه انها باش تمشي تكوماندي، يعني ما بقاش انك كتمشي تهضر مع شي واحد وكتقول له خصني خصني، ولكن لا دابا وليتي راسك كتكوماندي فهاديك لابورن بوحديتك. هذه المناسبه غادي نوريها كيفاش، راه اسهل حاجه ما فيهاش صعيبه، الا انك كتبداي كتقيسي الشاشه وكتعطيك الكود او لا، وكتقول لك واش امبورتي غتديه او لا سور بلاص، كتختاري الطريقه باش غادي تخلصي، وكتدخلي كتاخدي المنيو كتختاري اللي بغيتي. راه كيوريوك التصاور، كيوريوك اي حاجه سهله، غير زعمي بلا ما تدهشي. حنا كوماندينا غادي نحطوا الماكله دابا غادي ناكلو. هذاك اللي كتشوفوا البنات صراحه الحوت يعني السمك، راه ماشي لامبورغر، لان ما كناكلش الحاجه اللي ما كانش حلال. صافي بالنسبه للكود لهذاك ليدونتيفيون ديال لا كارت دو فيديليتي، يعني لا كارت اللي كتشاركوا بها باش كتجمعوا النقاط، راها سهله. هو انك يعطوها لك في الاول، كتقولي وي وكتبركي عليها بحال دابا سوغ بلاص او غتديه معاك، كتدخلي الكود ديالك اللي كيكونوا عاطينك في ديك لا كارت، يعني انت غادي تستعملي النقاط، يعني غير بركي على لا كارت ولا بركي على الفلوس بحال بحال، كتبركي على ديك جو بروفيت، كيعطيوك ليستا ديال اي حاجه انت من حقك تاخديها بالنقاط اللي راكي جامعه. يعني ها هما دو عطاوني، انا عندي 37 نقطه، عطاوني شنو انا خلاص هذوك النقاط كنخليهم الا القهوه، لانها كتجيني هي اللي كناخذها مور الاكل، يعني كنكون جمعت النقاط في الماكله وكتبقى لي القهوه، بحال القهوه كتكون بالنقاط فابور بالمجان. ها انتم البنات هنايا راهم النقاط وقدامهم قبلتهم شنو خاصك. صافي كناخذ القهوه، كندير التوتال، التوتال كيطلع لك صفر البنات كيف كتشوفوا صفر، كديري فيناليزي لا كوموند ديالك، راها اسهل حاجه، غير ما تخوفوش، لان واحد الاخت قالت لي حتى دخلت الماكدو واللي تخرجت ملي قلتهم بدلوا السيستيم ما قدرتش نزعم. هنا كتاخدي هذاك هذا اللي كيكون محطوط هنايا، كضربي داك الكود اللي مكتوب فيه، ديك النمره، ديك النمره اللي فيه، صافي وكديري اونتري. ها هما دو صافي، المهم ها هو دا غادي يقبلوا لك هذاك، كيقولوا لك سيرفيس ا طابل، يعني كتهزي هذا كتحطيه معك فوق الطبيله وكتسيني الكوموند ديالك، اسهل ما يكون. صافي القهوه ديالي جات البنات، غادي نشرب القهوه لان القهوه هي اللي ضروريه. كنتمنى انني نكون شرحت للاخت اللي قالت لي عندها مشكل في ماكدو ما كتعرفش كوموندي، كنتمنى انني نكون شرحت لهم. صافي دابا غادي نشرب البنات القهوه، قولوا لي شنو هي المفاجاه اللي خلاتني فرحت هذا النهار. هزيت الكاميرا وخارجه كنهضر وغير كان هذا، شنو هي البنات؟ وهي الادسنس. جاني الكود ديال الادسنس البنات، يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان ما كنتش منتظره، كنت مازال كنقول بعيده بعيده بعيده. اللي بغى يعرف التفاصيل يجي لعندي الانستغرام، راه نفس الاسم ديال القناه ديالي، وغادي نشرح لكم كل حاجه بالتفصيل، لان انا كنت كنقول مازال بعيده كل البعد على الادسنس، ولكن المفاجاه جات ولله الحمد والشكر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الحبايب ديالي اللي سانتوني من الاول. يعني كنشكر لكل واحد انه ساهم في هذه القناه تنجح، لا اللي عطاني نصائح ولا اللي ساعدني ولا حتى الناس اللي كانوا غير كيدخلوا يطلوا على الفيديوهات ويخرجوا حتى هما، كنقول لكم شكرا. وبالنسبه للبنات اللي متخوفين من الكود، راه ساهل ساهل ساهل، انا خبيت الكود هنا، راه كيعطيوك التفاصيل كتبعوهم غير بشويه بشويه، راه اسهل حاجه باش تدخلوا الكود، يعني بدون تخوف راه اسهل حاجه. كنشكركم بزاف البنات والولاد، لخوتي خواتاتي اللي ساندوني من اول نهار، كنهدي لكم هاد الباقات ديال الورد كلهم، هاد الورد كلها كنهديها لكم من كل قلبي، لانكم تستاهلوا. يعني انا دخلت اليوتيوب، دخلت له من تحت الصفر، ماشي من الصفر، من تحت الصفر، ولكن بالنصائح ديالكم وبالمسانده ديالكم
تعلمت بزاف ديال الحوايج، وعطيت بزاف ديال الحوايج، وعاونت بزاف ديال الناس، وعاونوني بزاف ديال الناس، وهذا شرف ليا كبير انني تعرفت على ناس بحالكم، يعني ناس راقيه وفي مستوى وقلبها كبير. ومازال ان شاء الله اي واحد كنقول لكم محتاج شي سؤال، مرحبا والف مرحبا، ولا ما قدرش يخليه لي في التعليق يجي عندي الانستغرام نفس اسم القناه ديالي نزهه ميكس فلوج. مرحبا والف مرحبا، اي سؤال في مجال اليوتيوب كنرحب بالجميع من كل قلبي. يلا حبيبي غنديو ديتي شويه في وجه هذه الشيء هذه هذه، راكم عارفين يعني داك الشحنات اللي هزينا ديال هذا المرض هذا والستريس اللي فقدنا فيه ناس ومرضوا فيه ناس قرابين لنا وعزازين لينا، يعني غنحاولوا هذا الصيف هذا شويه مهما انهم طلقونا، ولكن بالاحتياط دائما، الكمامات دائما، المسافه بيننا وبين الناس الاخرين، ولكن نستمتعوا ونخلوا وليداتنا يخرجوا من ديك القوقعه ديال القلط، يعني نفوجوا معاهم شويش. اللي مازال البنات اللي شافوا الفيديو ديال عيد الميلاد ديال بنتي، راه كنت درت لكم في هذا المكان ولكن ما كانش بحال هكا، دابا غيروه وبدلوه وداروا فيه بزاف الحوايج. ان شاء الله دابا نصور لكم، يعني نصور لكم الاماكن كلها بالتفصيل. اليوم ما نقدرش نصوره لان جيت غير انا وليداتي، ما معياش الزوج ديالي اللي غادي يبقى قابط الدراري حدي الدراري باش انا نقدر نمشي نصور، يعني غنصور لكم غير اللقطات اللي غندور فيهم انا وليداتي فقط. كنتمنى انكم تعجبكم هذا الفيديو، واخا مخربق ما كانش في البروغرام البنات، ولكن قبل عليه انا عارفه بانه دابا وليتو من عائلتي كيف ما كانت، غادي نقولها لكم كيف ما كانت غنشاركها معكم. يلا خليكم معايا وغادي نديروا واحد الجوله غير خفيفه غير خفيفه غير لقطات. هانتوما البنات كتشوفوا الرمال توحشتنا وحنا توحشناها. هذا البنات راه ماشي بحر، هذا غير لاك، يعني بحال البحر الصناعي، داروه بحال البحر الصناعي، داروا فيه الرمال، داروا فيه كل شيء، داروا فيه هذوك الباخرات الصغيرين، داروا فيه هاد الشاتو غونفلاب، ما عرفتش بالعربيه كيفاش الاسم ديالو، المهم كينقذوا فيه الدراري وكل شيء. وانا وليداتي بنينا قصر من الرمال، قولوا لي كيف جاكم القصر اللي بنينا، كنتمنى يعجبكم وخليوها لي في التعليق، قولوا لي القصر اللي بنينا ديالو انا ولادي، يعني رجعت معاهم حتى انا للطفوله وكيعجبني. انا من النوع اللي كيعجبني نلعب في الرمله، نقول لكم كيعجبني نلعب في الرمله، ومازال كيعجبني نبني القصور من الرمال كيف بنيناهم مع اليوتيوب، ها حنا مازال كنبنيوهم حتى في الواقع. يلا حبايبي نخليكم معايا، استمتعوا معايا في هذا النهار وحتى الاخر، يلا بقاو معايا.